مستشار السيسي يوجه تحذيرا شديدا للمصريين مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر. وجه مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين تحذيرا شديدا مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، وقال إنه لا يوجد رصد لحالات أو أعراض جديدة لم تحدث من قبل لفيروس كورونا، مع الوضع في الاعتبار أن أي التهاب فيروسي وحتى الإنفلونزا الموسمية قد يأتي منها بعض التداعيات التي تؤثر في الأجهزة الأخرى، لكن ما زال المرض تنفسيا، وما زال العضو الأساسي الذي يعاني من هذا المرض هو الجهاز التنفسي. وحذر الدكتور تاج الدين من أن الدولة قد تضطر للجوء للإغلاق، أكدا أن كلما تزايدت الأعداد زاد الضغط على القطاع الطبي وازدادت المعاناة، ويجب الالتزام الشديد من قبل المواطنين. قالت وزارة الصحة المصرية قبل أيام إنه تم الاتفاق على شراء 20 مليون جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19 تنتجه شركة سينوفارم الصينية، ومن المتوقع أن تتسلم الدفعة الأولى والتي تشمل 500 ألف جرعة هذا الشهر. ويعزز الاتفاق جهود التطعيم في مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 مليون نسمة، ولم تتلقى حتى الآن سوى ما يزيد قليلا عن 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم وأسترازينيكا. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت مصر إنها تستعد لإنتاج 80 مليون جرعة من لقاح تنتجه شركة سينوفاك الصينية. كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت السبت الماضي استقبال 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا كهدية بمطار القاهرة الدولي. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن تلك الشحنة هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة، وضمن تعزيز سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.